بالنسبة إلى مواليد برج الثور، أكيد دخول الشمس إلى البيت اللي يسبق هذا دا يجعل من عندك أنه مع وجود الزهرة في برجك والمشتري اللي راح يبدي شوية شوية ينتقل لك. نحاول قدر المستطاع في هذه الفترة أنه نمضي قدمنا بمصالحنا، يعني ما نحاول أنه نبدأ بالجديد. ليش؟ لأنه هذه الفترة تعتبر فترة تخطيطية، فترة أخطط بها لما سيأتي بعد. الكوكب الداعم الموجود هو الزهرة وتحركاته، فوجود الزهرة مع هذا راح يشجعكم على أنه تلتفتون بتخطيطكم على أمرين. الأمر الأول هو الأمر المادي والثاني العاطفي. إذا كان عندكم مثلاً شغلة أو تريدون تدخلون الشغلة، هذه الفترة هي فترة للتخطيط الإيجابي. إذا أريد أبدل عمل أو أني بعمل ما مرتاح مثلاً، أو دا أشوف الضغوط معينة لكن مو أترك العمل، راح أقدر أجد عمل إضافي في حال لو تركت هالعمل، ما راح أقعد بدون عمل. راح تلاقون نجاحات، لكن خططوا بالطريقة الإيجابية. الشمس راح تدخل لكم، كذلك عطارد راح يدخل لكم، بعد ذلك المشتري راح يدخل لكم. فهذه الفترة مهما كانت شوية بيها توقفات، لكن نمضي أيامنا مثل ما إحنا يعني معتاديها، ما نبدأ بشيء جديد، لكن بنفس الوقت نخطط لما هو مستقبلي، نخطط لما هو مستقبلي. هذا راح يساعدكم كثيراً في تدعيم الوضع بصورة عامة. إلي نصيحة أيضاً لمواليد برج الثور اللي شوية عندهم ارتفاعات في ضغط الدم أو اللي يعانون من أمراض القلب، هذه الفترة أريد شوية تاخذون دواكم زين، ما تزاغلون بالأكل يعني. بس الحمد لله راح يدخل لنا إن شاء الله شهر الصيام، هذا راح يساعد كثيرا في تدعيم، لأنه الصوم أو الصيام من الممكن إذا كان لأمراض أو أصحاب أمراض الضغط أو السكر راح يساعدهم كثيرا. نحاول ناكل الأكل الصحي، نخطط للإيجاب، لكن أريد هذه الفترة اللي بيها يتم التخطيط أيضا يتم التحرك على هالموضوعين، العاطفي والمهني. وهي هاي يعني أشياء يمكن تكون نجي على العاطفي بالأول، لأنه هو هذا الأهم بالنسبة لنا كروح، والمادي بعد ذلك. فهالفترة راح تكون داعمة، راح تجدون ناس يدعموكم، راح تجدون أشياء يمكن تساعدكم. فلا تقولون هذه الفترة شوية ضبابية، لا مو ضبابية، لكن أنا أكمل حياتي مثل ما معتادين عليه، لكن اقعدوا خططوا التخطيط الإيجابي. في هذه الفترة عندنا إيجابيات، كثير منكم يمكن راح يفكر يرتبط، وهذا فشي كلش حلو. بعد إن شاء الله أعياد رمضان وأنتم طيبين وسالمين، فهالأمور هاي كلها راح تبدي تأخذ مجالات تحديد فد موضوع معين في حياتك، حتى تعرف بعد ذلك أي سلسلة تلزم حتى تطور وتنمي.